ما زلنا نواصل الطريق، بندور دلوقتي على الماسك بريث علشان ناخد فرصة تانية بعد ما ضيعنا فرصتنا الأولانية واكتشفنا إنه we are the architect of our own destruction. Kailina's library. What knowledge must be contained within? I suspect there is much she could have taught me. That thing's gone, another one. بداية الاستقبال للأمسية الثقافية اللي هتحصل في مكتبة كايلينا، واضح إنها هتبقى أمسية من طراز رفيع. ده هم الرجال هم أمسية ثقافية من طراز رفيع. يعني أعتقد إن واحد بيندم على موضوع النورمال ده. الفايت مور ذان تشالنجينج. أربعة في وقت واحد، AI ما عندوش أي رحمة، مفيش أي بوكر عاوز. يا إما تستمتع بالفايت لحد آخر لحظة، تبقى داخل اللعبة عشان الفايت، يا إما أنصحك إنه خليك في الإيزي ورايح دماغك. المزيد من الرفاق، رجالة وستات ومش حرمنا من حاجة. إيه يا جماعة؟ مش كده يعني. ده كان واحد من أكتر الفايتس المتعبة في اللعبة دي. طبعا لا أخفيكم سرا يعني إن الموضوع ده اتعاد كذا مرة عشان يطلع بالطريقة دي. كل دول يعني حراس العلم، مقولش أسرارك تكون موجودة في المكتبة. يلا بقى، فين يوجعك؟ فين يوجعك؟ كالعادة الميكانيكس الغريبة بتاعت القصر الغريب والقلعة الغريبة. يعني والله يا جماعة، كون إن هي قلعة الوقت أو جزيرة التايم، ده ما يديش أي مبرر للميكانيكس الغريبة اللي في المكان ده. أعتقد إنه بالنسبة للعبة الأولى، لأ، الجزء الأول كان القصر أكتر عقلانية بكتير. هنا مفيش أي حاجة منطقية. تحس إن هما بيرازوك وخلاص، هما مش بيحرسوا حاجة، هما مش بيحاولوا يمنعوك من أي حاجة، هما موجودين وخلاص عشان الفايت، الفايت لأجل الفايت. تحس ان انت نزلت مورتال كومبات مثلا. يعني الفايت مفرط. والأعداء كتير بطريقة غير منطقية، وكلكم مستنيين. يعني ايه؟
مش اللي هو احنا شفناك داخل فكلنا هنجري نتلم عليك في الاول، ف يعني ايا كان هتخلص وخلاص، لا ده يعني احنا هنفضل مستنيين في اماكننا، وانت بقى كل ما تجيلنا بقى ايه هنعوم فجأك بقى. الواحد بيزهق. واعتقد ان هم اتعلموا من ده في الالعاب اللي بعد كده، يمكن في اساسنز كريد مفيش الموضوع ده خالص، مش احنا نفضل مستنيين دورنا لحد ما تيجي وهنوقف لك في اماكن غير منطقيه، نبقى بنعمل حاجات غير منطقيه يعني، واقفين كده مستنيينك لحد ما تخش تقتلنا وتعدي. طبعا البنات دول يعني ايه ما بيجوش غير بالكاونتر. الحل السلس شوية بلاتفورمينج بقى من نفسنا بقى. المكان ده بيفكرني بالتومز اللي كانت في Assassin's Creed 2. عذرا هتروحها لو كانت طالعة في Assassin's Creed، انت لسه معرفش. منتهى الفرستريشن. لحظات من الضياع. أين الهروب ومن أين الطريق؟ انتحر طيب؟ ليش؟ تحس ان في حاجة بس هو مفيش حاجة ولا اي حاجة ولا فوق ولا تحت ولا اي حكاية. طب ايه؟ طب نطلع على عمود تاني. طب هنعرف نطلع على عمود تاني؟ لازم نقف ونفكر شوية. مفيش اي حاجة، هذا المكان هو كله موجود عشان الصندوق اللي احنا. يعني يا اخي لازم نمشي على الاشواك. يا رخمة مش عارف والله الواحد من غير السان تانكس دي كان عمل ايه. حتى المبرر اللي بتشغل بيه السان تانكس مش منطقي، المفروض انه على حد علمي الامير دي كانت مع فرح، جات معايا ازاي انا معرفش. ايه فرح وايام فرح.
وها نحن الآن. أعتقد إن ده المكان اللي فيه الكلام. التاني ده كان خدعة، كان بعتة. والله ده ذهب. يلا بينا. يا سلام. يا دين أمي، لازم يعني. يلا الحمد لله وصلنا بالسلامة. ولايف أبجريد جديد. والله من رحمة الديفلوبرز بتوع اللعبة دي انه بمجرد ما بتدخل لايف ابجريد وانت راجع ما بيبقاش فيه نفس الترابس تاني. كان الموضوع هيبقى قذر وممل ملل كفيل بان الواحد يسيب اللعبة دي وما يرجع لهاش تاني، حتى لو كنا في سنة 2004 وحتى لو كانت فلتة زمانها. بس والله الواحد استمتع بيها في وقتها متعة يعني لا بأس بيها، كانت تجربة فريدة بس كانت عذاب. حتى دلوقتي برضو في سنة 2022 لسه عذاب. طبعا لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، مش هنمت تاني. برضو ايه يا اخي، حتى البلاتفورمينج تحس ان انت في السيرك القومي، الاكروبات للاكروبات. يعني الاكروبات مبالغ فيها، الجزء الاول ما كانش كده يا جماعة، ما كانش فيه كمية الاكروبات دي. كنت بتنط بلاتفورم بس الموضوع كان بلاتفورمينج، ما كانش اكروبات كده. انما ايه ده، حتى التوازن يا اخي يعني لعبة ولازم توزن نفسك. These diversions are costing me time. Best I hurry to the throne room and the mask. تحس ان اللعبة بتتلكك عشان تبقى صعبة. اخيرا